الفراش حق طبيعي يحتاجه الإنسان والحيوان، والحيوان يقاتل من أجله إذا منع، والإنسان أيضا يجاهد من أجله، يشتغل حتى يتزوج، وهي مستعدة تتزوج وتخدم وكذا حتى بس ما تبقى عانس. هذا الكل يحتاج، الطرفان يحتاجان. إذا ما حصلوا كل واحد منهم الإشباع بالحد الكافي، في اللاشعور يتولد قهر على الآخر، بالتالي حقد. هذه زوجة إذا ما حصلت حقها وين تعبر؟ ما عدها إلا هذا حلالها. في اللاشعور تجاهها يكبر الغيظ، يكبر إلى يتحول لحقد. هو كذلك إذا يشعر أنه ما تعتني به يتحول إلى حقد. الكلام في هالمواضيع عند الناس عيب. القرآن الكريم في واحدة اسمها خولة، هذه المرأة قال لها زوجها كلمة، قال لها أنت علي كظهر أمي. هذا أوس بن الصامت قال لزوجته خولة أنت علي كظهر أمي، يعني يعني مثل ما أمي حرام علي أنت تصير حرام علي. هاي في الجاهلية تصير مين زوجته، معلقة. الآن في الإسلام ما يدرون وش حكمهم. جت للنبي قالت لي يا رسول الله إني امرأة كنت شابة مرغوب فيه، الكل يتمنى يتزوجني، فتزوجني أوس بن الصامت، فلما نفرت بطني جبت لي أولاد وكبر سني ظاهرني، قال أنت علي كظهر أمي، وش حكمنا؟ يقولون النبي قال له لم ينزل علي قرآن، ما ينتظر الوحي. قالت يا رسول الله لم يقل كلمة الطلاق، قال لم ينزل علي قرآن. قالت يا رسول الله إن لنا صبية إن ضممتهم إليه، هو ما يعرف ربي، ضاعوا، وإن ضممتهم إلي ما عندي فلوس، جاعوا. وإيش القرآن قال عن هالموقف؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي. هذه شنو تجادل؟ والله ما قال يا رسول الله قل لها عيب ما رجي الطالب هالشي عيب، لا، الله سجل قرآن يتلى ليوم القيامة حتى مو عيب، إن الله لا يستحي من الحق، حق أعطوا صاحب الحق حقه. إحنا عندنا مشكلة في الفراش، إذا فشل سبب تصدع، يجونا مشاكل أسرية، يحومون يحومون يقولون أسباب واهية، يقول ما أسباب تقتضي الكراهية، تالي ينفتح الموضوع الحقيقي يتضح الإخفاق والفشل هنا في هالنقطة. وإيش الفشل اللي يعني المنتشر؟ واحد هو أن لا يكون هناك تخطيط فلا يحصل لقاء. شلون؟ مثلا الزوج شغلته متعبة في كراج في ورشة في الشارع في الشمس إلى العصر، يجي متعب مجهد، يجي حارس زوجته، هي تقوم عقب ما ينام الأطفال تقعد تكنس البيت وتكوي لهم للمدارس، يقول لها يا بنت الحلال اكويش من وقت ما أعرف إلا إذا ناموا أولادك، مي حارس يجي نومه وينام ليلتين ثلاث ساعات، العكس، ساعات هي تتعب في البيت أولاد كثيرين وحضي في القهوة ما يجي إلا واحدة، تعبت نامت. فعدم التخطيط يمنع حصوله، هذا واحد. اثنين، بعض الأحيان يحصل بدون تهيئة. شلون بدون تهيئة؟ يعني هو يجي برائحة الشغل برائحة الورشة وكذا، ما يسبح، يقول واحد بدل ما يسبح ورد يغتسل اثنين في واحد، فهذا شيء مو طبيعي. هي كذلك إذا كانت في المطبخ وبصل وكذا ويجي تقول بعد مرة واحدة نفس الفكرة، هذه الروايات تطلب من الطرفين أن يكون في تهيؤ، تطلب، هذا موجود. هاي اثنين. ثلاثة، بعض الأحيان يصير لقاء لكن اللقاء بلا مقدمات، الرجل ينظر إلى الشكل فيثار بالشكل، المرأة تحتاج إلى مقدمات، إلى لمس، إلى كلام، إلى أشياء الروايات ذكرتها. أذكر بعضها عن إمامنا عليه السلام، إذا جامع أحدكم أهله فلا يأتيهن كما يأتي الطير ليمكث وليلبث، وفي رواية فلا يعجلها فإن للنساء حوائج. فإذا هو يجي بدون مقدمات ما تتفاعلية، فهو يقول باردة ما تتفاعل جافة، وهي تقول هو جاف ما عنده مشاعر ما يقول شيء ما وصل ويريد يخلص. هذه الجهل بهذا الأمر يسبب فشل في التعاطي. فإذا فشل
هي تكره اللقاء. إذا كرهت في اللا شعور ما تعطي حقه بنحو الطبيعي. انتهينا من هالنقطة. النقطة الأخرى أن مسألة الرجل ينتهي قبل المرأة، فإذا هو صار بس يفكر في نفسه هو حصل ما يريد وهي لم تحصل. هذا أيضا واجد نسوان يشتكون. النقطة الأخيرة هي اليوم زمن ردي، صار الشاب والشابة يطالعون أشياء ولقطات مي صحيحة، لقطات إباحية. الغريزة الجنسية مشكلتنا وياها تتشكل على ما يشكلها صاحبها. يجي واحد يطالع أشياء يجي يمارسها بعنف، يصير ما يستانس إلا بعنف. زوجتنا نبهدي تحصل يعني الضرب وتحصل العنف اللي أنت تتمناه. فهذا سبب أيضا. ساعات لا، أشياء قذرة. الآن أوروبا صاروا مثل البهائم في هالأمور، فينشرون لقطات أخس من البهائم، ويجي هذا يطلب الأشياء القذرة، فيصير بدل ما هو شيء محبب شيء مستقدر. فالخلل في إنجاح هذا الأمر يسبب تصدع في الأسرة. اسمحوا لي على التطرق لهذا الأمر.